انا عايز قبل ما نقعد نتكلم على حاجات بتتعلق بلجنه الشخصيات المرموقه بالاليه الافريقيه لمراجعه المزراء، ومحتاج ان انا افهم ده، عايز بس حاجه سريعه كده ارجع بيها على افريقيا. مصر افريقيا الى اين حتى هذه اللحظه؟ مصر افريقيا الى اين؟ يعني في الطريق، يعني بمعنى ان هو احنا ابتدينا ان احنا ندخل على الطريق الصحيح. لا ادعي ان احنا يعني وصلنا، لكن اللي اقدر اقوله ان هو احنا ابتدينا، بمعنى ان هو احنا كنا بنفتقد اهتمام على مستوى القمة او على مستوى الرئاسي بما يحدث في افريقيا او بالتواجد في المناسبات الأفريقية وعلى رأسها القمم الأفريقية. فده منتظم حاليا، السيد رئيس الجمهورية بيشارك في كل القمم الأفريقية، ودي حاجة هايلة لأنها بتمكنه طبعا من التواصل مع كل نظرائه من زعماء القارة، سواء في لقاءات ثنائية أو أنه مصر بتظهر على هذا المستوى في هذه القمم. لغاية فترة قصيرة جدا كنت بقول أنه هو محتاجين ان هو يكون بقى في زيارات ثنائيه وليس فقط المشاركه في المؤتمرات واللقاءات القمه. فبدات فعلا هذه الزيارات الثنائيه، لان احنا شفنا ان السيد الرئيس، لو حطينا جانبا الزياره بتاعت اثيوبيا اللي كانت من فتره وراح فيها البرلمان، فهو مؤخرا راح اوغندا، ودي كانت زياره مهمه جدا جدا جدا. وبعدها راح كينيا، ودي برضو زيارة مهمة لأن الدولتين دول أولا من دول حوض النيل. فعشان كده بقول إحنا بدأنا على الطريق، يبقى إن هو لسه بقيت الآليات اللي موجودة في المجتمع من مجتمع مدني، بمعنى شباب وتواصل شباب مش موجود، بمعنى إن هو إحنا محتاجين أكتر إن هو يبقى في تواصل مع المرأة الأفريقية من خلال المرأة. إحنا بنحاول طبعا في المجلس القومي للمرأة، لكن نتيجة للإمكانيات المادية برضو الأمور مش مساعدانا للآخر. محتاجين إن هو البرلمان المصري يقوم بالزيارات ويستقبل وفود أفريقية، لأن التواصل ده مهم جدا في إن إحنا نقول إحنا مين وإحنا عاوزين إيه وإحنا بنعمل إيه وإحنا مهتمين ولا لأ، وإن إحنا يبقى لنا النقطة الأخيرة تواجد في القضايا الأفريقية، بمعنى إن أنا المشكلة اللي موجودة في الصومال ألعب دور فيها، في مشكلة في بوروندي أكون موجودة، جنوب السودان مصر تبقى على رأس الدول التي تقوم بدور في هذه الأماكن، الكونغو اللي بنعتبرها من أهم دول يعني حوض النيل عندهم دلوقتي برضو مشاكل كثيرة جدا. احنا مؤخرا استضافنا، أو وزارة الخارجية يعني استضافت اجتماع هام لدول حوض النيل، واعتقد ان هو ده يعني موضوع مهم جدا ان هم عملوه ده. فعشان كده بقول احنا على بداية الطريق السليم.